بتاكلوا زي بعض كل حاجه. يعني هل يعني في حد ممكن يحب الملوخيه وما حدش يحب الملوخيه؟ لا 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 احنا ادام هو ده احنا وفي الحاجات اللي مش بنحبها ما بنحبهاش احنا. يعني ايه تحبوش ايه؟ ما بنحبش البط، الحمام، الارانب او الفراخ، جميع الفراخ البلدي. طب لو حبيته واحده بتحبوها انتوا الثلاثه برضو؟ يعني هو حسب كده احنا صغيرين بس. نعم حصلت قبل كده. اما ده بقى كده رد كنا لسه كانت واحده بس. يعني انت حصل حبيت واحده من الثلاثه؟ هو واحد شفع عجبته، اول واحد شفتها فحكلنا عليها، فمن كتر الحكاوي بقى وبتاع. استنوا عشان افهم بس بالراحه، مين اللي حبها فيكم الاول؟ انت مين فيهم؟ انا اتلخبطت. انت عمرو؟ اه يا عمرو حبيت، انت حبيت واحده. وبعدين هو جه حكى لنا عليها بقى وبعدين عجباني وبتاع. احنا اصلا بنحس ان احنا واحد مش ثلاثه. يعني هو لو حب عمرو حب واحده هتحبوها؟ ممكن نكلمه على واحده احبها، نكلمه على واحده وهي عارف ان انتوا ثلاثه مختلفين. وحبيتكم انتوا ثلاثه بس كانت اكبر مننا يعني. سيبناها. احكي لي بقى شويه مواقف كده بتحصل نتيجه التشابه بقى، كل واحد يحكي لي موقف فعلا. هو احنا قبل كده رحنا في البريد، كنا بنطلع فيز البريد عشان الدفاتر دي اتلغت. اه بنستلمها يعني. فكان عمرو رجع من الشغل وتعبان، قال لك لا مش قادر اروح انا هنام. رحت نازل انا ومصطفى خدنا بطاقته وبطايقنا ورحنا البريد استلمناهم الثلاثه، مع ان المفروض هو بيمضي مضيت بدال. وايه تاني غير البريد يا حبيبي؟ قول بقى. ها طلعوها بقى بتروحوا تستخدموا بطايق بعض، ايه تاني؟ هو في موقف بحسب عشان التشابه وكده، كنا في التجمع الخامس. اه مع اخويا كان في دوكلتي، فدخلنا الحمام، كنا حتى لابسين نفس الطقم برضه. فدخلنا الحمام انا وعمر، فهو دخل الحمام وانا وقفت اغسل ايدي ووشي، فكان في واحد خارج من الحمام فشافني، فراح عمري فتح الباب وطالع، فشافه كده راح قال لك بسم الله ما شاء الله انت توأم. طلع قال لي ربنا يخليكم لبعض. لسه بيفتح باب الحمام وخارج خالص، لا ده فات ده ذاك بسم الله ما شاء الله. ايه ده؟ اتخض هو يعني، كانت ذهول بالنسبه له. فدخل قفل الحمام وقعد حلف ان هو يتصور معانا، صورنا مع قفل الحمام ومشي. طب اهلكم بيعرفوكم من بعض؟ لا لا، مامتي لو مركزه، لو هي قاعده تبص مركزه، انما لو مثلا بتتفرج على التلفزيون بس كده بس لا. يعني حصل مثلا ان كتير. انا بابايا لغايه دلوقتي بينادينا باسامينا، او تعالى يلا روح يلا، بس اسمائنا اللي هو كده لا مش. او جمال يجي مثلا. يعني اكتر موقف كان غريب قوي لما بابا او ماما اتلخبطوا فيكم يعني امتى؟ انا وامي كانت واقفه في المطبخ وواقف انا عمال اتكلم معاها واحكي معاها وبتاع، وبعد ما خلصت بتقول لي ماشي يا عمرو. قلت لها عمرو مين؟ قالت لي يخرب بيتك انت مصطفى يالا؟ قلت لها بس خليكي زي ما انت. حتى خالاتي لغايه دلوقتي بيتلخبطوا فينا. اه بس خالاتي حتى لو ركزوا مش بيعرفوا. انتوا كنتوا في مدرسه واحده مع بعض؟ كل حاجه مع بعض. كنتوا بتعملوا في الامتحانات بقى؟ ساعات بتغيضوا كنت حد يحل امتحان وحد يحل التاني، حاجات زي كده ولا انتوا؟ ما هو احنا مش في لجنه واحده. اه عشان اسمائنا حروف فكنا كل واحد في حته. بس كانوا المدرسين عارفين ان احنا ثلاثه بس يعني. برضو مش كانوا بيعرفوا، مش يعرفونا. اه بس مش عارفين مين فيكم مين. اه مش عارفين. ومش رحت قبل كده انا وجمال، انا وعمر امتحنا الجمال. انت قلت جمال بعدين قلت عمرو. لا عمرو شكلك انت مش عارف. طب مين اكتر واحد فيكم شاي؟ هي بتبقى على حسب المود بقى، كل واحد وزنه. ساعات ممكن انا ساعات. طب اطيب واحد فيكم مين؟ هو عمرو. تخيل باين عليك. بس انت وهو شبه بعض جدا. انا قد بعض، احنا قد بعض. انتوا شبه بعض جدا. يعني عايز اقول لك ده متطفل، جيت يتطفل علينا. يعني برضو انت ايه باين عليك انك انت ها يعني في سنايه كده ايه ال لكن انتوا الاثنين كوبي بيست يعني من بعض. طب عندكم حاجات مشتركه بتعملوها مع بعض؟ مواهب معينه؟ كوره، مغني. طب ما تسمعونا حاجه. يلا. حلو المكان يا اصحاب زمان، جينا الليله دي هنسهر فيه ونغني كمان، متجمعين ومنورين، وحشاني فعلا قعدتنا ولمه زمان. هنقضي يوم ضحك وهزار، ودماغنا رايقه ولسه شباب ما احناش كبار، وما تدفعوش عند الحساب، وهنمشي اول ما يقولوا طلع النهار. عايزين نولع الدنيا، نولع الدنيا، والليله نفرح كلنا، اه كلنا، مش قلب حزن ولا ثانيه، حزن ولا ثانيه، ولا هم يدخل وسطينا، اه وسطينا، هنلاقي فرحه والتانيه، والليله لسه محوشاه. جميل.
Thank you.